يارا، ازاي جات لك فكره جي دي في توك؟ بصي، انا من 3 سنين يوم عيد ميلادي حصل لي حاجه اسمها هايبرتنسيف كرايسيس. يعني الهايبرتنسيف كرايسيس دي زي ضغط الدم بيتجنن خالص، بيطلع وما بينزلش، فبيؤدي طبعا لحاجات صحيه اللي هو يا ستروك يا ازمه قلبيه يا جلطه. فالمهم 24 ساعه من الاحداث دي طلعت منها، عرفت انه اللي انا بعمله ده، طريقه اللي انا ابقى عايشه بدراعي دي غلط، وطريقه ان انا ابقى عايشه كل حاجه بزياده برضو غلط. بالظبط، ان انا ابقى عايشه بقلبي كده على دراعي كمان غلط. وقعدت نفسي قلت بصي يا رنا، انت فاكره بقالك عايشه بقالك 38 سنه فاكره انك بتعملي كل حاجه صح وطلعتي حماره. فاقعدي فتره شوفي انت بتعملي ايه. فسبت الشغل، قعدت في البيت، وكنت طبعا يعني الواحد عارفه بيطلع من الصدمه صدمه جسديه بالطريقه دي، الواحد جسمه بيبقى فيه خوف كتير قوي، فكنت واحد بيخاف يتحرك، بيخاف ياكل، بيخاف يشرب، كان وقت صعب شويه. فالمهم بدات خطوات بيبي ستابس كده، انه معلش يا رب عارفه. فيمكن 3 4 شهور كده وانا قاعده في البلكون عندي بشرب الشاي، جيت على كلمه جوا دي فيفر. جوا دي فيفر دي انا عارفه انها كلمه فرنساوي وتقيله، وبس حبيتها جدا، معناها متعه الحياه. ايه بقى هي متعه الحياه؟ هي متعه الحياه، الجمله يعني بتقول في متعه الحياه في بساطتها، في انها تتعاش بطريقه خفيفه سهله، وفيها الهام، في الهام دائم. مش شرط ان الالهام معناه ان انا محتاجه ان انا اطلع جبل عشان ابقى ملهمه، لا، ممكن ابقى ببساطه مبتسمه صبوره في الصعاب، حاجات بسيطة جدا احنا مش بنبقى عارفين ان في المساحة دي ان احنا نعملها، ان احنا يعني نعيشها بالطريقة دي. متربيين ان احنا لا، محتاجين نذاكر كويس قوي، ننجح، النجاح ده حاجة مهمة جدا، لازم يبقى فيه كومبيتيشن، الكومبيتيشن دي حاجة، المنافسة دي حاجة بتقوينا وبتقوينا. لقيت انه انا مش مقتنعة بالكلام ده، انا مقتنعة بانه لا، ممكن يبقى فيه طريقة تانية، طريقة ابسط، فاهمة؟ طريقة انه ان احنا نبقى بنتعاون اكتر من ان احنا بنخبط في بعض. فالمهم وانا قاعدة في البلكونة جات لي بقى الفكرة دي اللي هي تحتها كل المبادئ دي. وبعدين قلت ما هو انا اكيد انا مش لوحدي، هو عمرنا ما بنبقى، عمر ما الواحد بيبقى بيمر بحاجة بيبقى لوحده، صح؟ يعني قصتي هتبقى قريبة جدا من قصة مليون حد تاني، او مشاعرك بالظبط. فقلت طب انا كنت ديجيتال ميديا، يعني ديجيتال ايجنسيز بقالي 15 سنه، هو ده اللي حرق دمي واعصابي غالبا. اكيد حاجه صعبه جدا بصراحه، يعني ده قصه تانية خالص بقى، اندستري تانية خالص. بس كان معايا الادوات، يعني كان معايا الادوات ان انا اقدر ان انا ابدا بودكاست، ان انا اعمل كونتنت، ان انا كان عندي الادوات عندي انا حتى من غير تيم. فقلت طيب انا عايزه اقول ده، انا عايزه اقول ده، عايزه اشارك انه في طريقه تانيه، اكيد في طريقه تانيه، فاهم قصدي؟ اصل ده مش طبيعي، مش طبيعي ان حد عنده 38 سنه صغيره جدا يحصل كل ده ليه. بعدين ابتديت ابص حواليا، لقيت دي قصه مكرره جدا، يعني من الاوتو اميون ديزيزز للحاجات الكرونيك، السكر والضغط والقلب، حاجات حوالينا، واحنا يعني الايج جروب بتاعنا اربعينات، صغيرين على الكلام ده. فقلت لا، ما هو اكيد في حاجه احنا بنعملها مش مظبوطه. بس فبدات اتكلم واشارك في الموضوع ده في البودكاست اللي هو جي دي في، اللي هو كان اسمه جوا دي فيفر، وبعدين لقيت طبعا اسمه ده صعب جدا، فحطيتي الانيشلز بقى جي دي في توكس، انه يعني جوا دي فيفر اللي هي متعه الحياه بتتكلم يعني. بس وبدات من هناك، بدات ان انا عايزه اقابل الناس كلها اللي ممكن تبقى بتفكر بنفس الطريقه دي، ناس ناجحه وناس عاديه وناس يعني كل الناس، بس في شريحه معينه بيفكروا كده. بس حتى لو الشريحه معينه، انا بحس وانا بتفرج على البودكاست بتاعك انه بيخاطب كل الناس، يعني مش شريحه معينه زي ما انت قلتي، لان القصص ممكن تكون بتحصل لشرايح تانية كتيره جدا. انا مقتنعه بحاجه، انا مقتنعه ان احنا كبني ادمين كلنا واحد بالظبط، يعني مفيش شرائح اصلا، صح؟ يعني هي مفيش يعني بس المجتمع بيحب يبص
على ناس على 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 مسل معينه. فاهمه قصدي؟ انا كان بالنسبه لي عايزه اطلع من المسل دي ناس بسيطه، بمعنى ان هي بتخاطب الكل، بتخاطب الكل وروحها بسيطه وبنتكلم، تقدر نقعد نتكلم. عارفه كان دايما يسالوني انت هتتفلسفي، انت هتقعدي تتفلسفي بقى؟ اقول لهم جماعه انتوا عارفين ان اي حضاره لازم بتقوم على فلسفه الحضاره دي. صح. يعني مفيش حضاره بتقوم غير لما يبقى فيها فلسفه. صح. فاه هقعد وهتفلسف، يا ريت بليز. محتاجين نقف لحظه ونبطل انتاجيه فظيعه ونشوف احنا بنعمل ايه. وده مغزل او الرساله، انه لمده ال 45 دقيقه اللي احنا بنقعدها على الكنبه بنقف لحظه وبنفكر ايه معنى الحب، ايه معنى النجاح. احنا كل واحد يقول لك انا ناجح 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 ناجح، يرفع ايده. طب ايه معناها؟ ايه معنى ما هي النجاح ليا مختلف عن النجاح ليكي، مختلف عن اللي هو فاهمه. فطب هو معناه ايه؟ وهل ممكن يبقى النجاح حاجه بالبساطه ان انا ابقى مثلا مرتاح البال؟ هل ده نجاح؟ فده كان الهدف. في ناس بتقول لك مثلا انه ان الانسان يكون وصل لاعلى درجات النجاح لما يكون باله مرتاح. بالظبط بالظبط. ده اتشيفمنت رهيب. ايوه، بس منين بقى ده؟ وانت يعني النجاح اللي احنا بنقيم عليه، لو رحتي قلتي انا ناجحه عشان انا راحت البال، محدش هيفهمه. ما حدش هيفهمه. ده ممكن يتريقوا اصلا. صح. فاهمه قصدي؟ فعشان نقدر ان احنا نخلق مساحه جديده فيها لغه جديده للنجاح ولغه جديده للحب. الحب مش بس اغاني وطبل. صح. فاهمه؟ ده حاجه تخلي العالم يدور ويلف. فاهمه قصدي؟ مظبوط. يعني بحاول اخلق المساحه دي.